نتمنى خبار خير ان شاء الله. ترجع بخير وعلى خير. انا الحاجة الصوره ديالي زيد قرب لي شويه باش تبان الصوره اكثر. هاد الصوره كانت عندي شي 16 عام تقريبا ياك. تقريبا شي 16 عام. نتمنى انها ترجع باذن الله تعالى، ترجع للوالدات، ترجع للعائله ان شاء الله. نتمنى غير الخير باذن الله تعالى. هذا ميساج ورساله لناديه وكنيشه. ناديه بنت وعزه خرشي. خرشاف خرشاف نادية. يعني خرشاف نادية، يعني قصة غتسمعوها دابا. أنا قبل ما نعطيكم الأم ديالها أنها تكلم، كنتمنى أنكم تبارطاجيو هذا المباشر لأوسع حدود بإذن الله تعالى. أي واحد شاف نادية، أي واحد كيعرف نادية خرشاف، يتواصل في هذا الرقم هذا اللي هو 0014 1097 00. تصويرة قديمة ولكن الملامح راه ما كتبدلش، الملامح كتبقى كيف ما هي. كذلك الام ديالها غتقول لنا كيفاش هاد السيده او هاد الشابه هادي ناديه كيفاش هربات من الدار، كيفاش غبرات لمده 18 عام هادي. ياك الحاجه غادي تعاود لينا الحاجه، قرب لك الميكرو وقولي لنا شنو وقع بالضبط. غير رجعي شنو وقع بالضبط، غير رجعي لورا الحاجه شويه عليك، عاودي لنا شنو وقع. رفعت صوتك شويه. كانت خدامه واليوم اللي جينا من الخدمه قالت نمشي نبقى خدامه، ناض لي باها ضربها، خلاتنا راكدين وشات، خرجتها وقدت ركبت في الكار وشي. هذه هي من الاول كانت خدامه، هي كانت خدامه في الديور. قالت القصه من الاول كيفاش خدمناها وكيفاش خدمات هي في الديور. حنا كنا ما عندناش في حقها راموس ما كاينش. صافي ملي تحزينا قلنا لها تمشي تخدمي، قالت نمشي. بقات خدامه بعد شي 5 سنوات ولا 6 وهي خدامه. كانت مره ديك الساعه وكانت صغيره، كانت في شي عمرات 7 سنين ولا 8 سنين. 7 سنين بدات خدمة. بدات خدمة، خدمت. اليوم اللي خدمت النهار اللي تزاد شوية في المهم. كانت دخلت المدرسة الأول؟ لا ما كان عندنا لا مدرسة لا حتى حاجة، العربية ما كان في هذيك الساعة لا مدارس لا حتى حاجة. شحال هذا قديمة. صافي ملي جنا قلنا لها ما تبقاش تخدمي، قالت نبقى نخدم، نمشي نخدم. كان عندها من عام جبتوها؟ عندها 14 عام. ملي جناها من الخدمه ما غاناش تخدم، ناض لي با بدا يسقط فيها، قال لي ما تمشيش تخدمي، قالت لي نمشي نخدم. سقطها في الليل، الصباح قعدتها وقضت مشات في الكار. يعني بغات هي بغات الراسه تخدم، هي ولفت، هي ولفت الخدمه. هاكاك قلنا لها ما تمشيش تخدمي، قالت نمشي نخدم. سقطها باها الصباح وقضت هربت، قالت لي عرفنا على فين نمشي وبرينا قلبنا. صافي قال لي باها ملي هربت مني وما طلعتش باغاني الخلا وما خلا، ما عاد ما ندير بيه دركوايا ولا كيبكي ويقول انا كون نسحب بنتي ما نضربهاش ونخليها تبقى خدامه ولي خدمتها ناكل منها، انا ناكل شويه وهي تاكل شويه. لكن دابا عادي انه ضربها، ماشي ضربها شي ضربات زعما واعره ولا قرمه ولا شي حاجه. هي كانت تقول لمري كانت تخدم عندها كتقول لها قاطعي لي من لحمي وقول بول فلوس، انا واخا تعطيني قاطعي من لحمي وقول بول فلوس. هو قال لك انا ما رضيتش في هذيك الكلمه، تقول لك تعمل اللحمه طيب بول قالت ما تبقاش خدام وقال سقطها صافي وقال مشي هربات. كيفاش هربات؟ منين هربات؟ شنو هزات من الدار؟ ما هزتش حبه لا، حوايجها اللي بحال هكا لابسه عاديه هاو قدت ومشيت. باقا صغيره باقا صغيره عرفت الكار داها واحد السيد داها ما تبقى يتخلص عليه ولا ربي اللي يعلم. دعينيه ماشي مدعينيه، اه سمسار كان يدي الطفليط. دعينيه ملي دعيناه قال لنا المقدم والشيخ شوف سيدي عندك الشهود تقدر، ما عندكش الشهود سير في حالك. صافي وبقى يتخلى. وسولتهم مولاي الكار انهم سولنا مولاي الكار وقال لنا مشات معنا واحد البنت وداها راجل وفعلا هذا اللي تاخر. هذه هاد التصويره كان مصقره قديمه. وراني لنا الحاجه. والتصويرات الكبارات كانوا درتهم في واحد لزمه اخرى ثاني وما جاتش ليا وخليتهم عند واحد الامر. لاخر مره تصورات شحال كان عندها من عام هنايا؟ قلت لك الله اعلم ما نعرف، كانت تقريبا شي 12 ولا 14 ولا الله اعلم 19. لا لا على بين 18 19 هما ديك التصويره ما حاش 18 ولا 19 حاش. وفاش المر تعرف الناس ما تشوف. هذه ناديه. هذه ناديه. ناديه خرشاف. ناديه خرشاف. انت وعزه خرشاف. ناديه خرشاف فيك كنتو ساكنين؟ لا تشبانة باقي نتوما باقي دا باقي دا باقي الناس لا دريت باقي كلشي في بلاد تشبانة كلشي خدام. هي نتوما شاكين انها في كازا هنا كي في كازا شافوها وشافوها شافوها الناس شافوها الناس شافوها شافوها الله اعلم. هي ماركه عاودت لي في المحمديه
تقلب شنتوما حنا الميكرو عافاك صح ما حنا قلبنا عافين نعرفوها بحال كيكو هذيك السبيطه كانت كي خدامه عاد واحد المره في السبيطه صافي بقات خدامه عاد نهار اللي دينا من عاده صافي قلنا حنا رجعت عاده ملي ما صلناهاش صافي وحنا نمشيو وواحد المره قالت لي شوفي يا ابني كتد عامت معايا في الحمام وعطيتها العلوان قالت لي ملي قالت لي انا من البلاصه في الفلانية قالت لي قالت نكرش من جيتي وتناضت من حداه انتما ما ديكلاريش هما ولا حاجه قلت لك هذيك اللي بقات لي الناس العربيه كيخاف هذيك اللي بقات لي ما ديكراريتش بها من الوقت اللي مشات كان ديكراري بيا باش لا دارت لاكارت ولا دارت شي حاجه ما يشدوها الا كانت كتسمك ناديه دابا الحاجه شنو تقولي لها الا كانت كتفرج ناديه الا كانت كتفرج وتقول لها ابني اموي انت راه بغاتك وباغيك بوك وخوتك كيسقلو وانا راني محتاج اجبك ابني الا كانت في قلبك شي حنان راجع دموينتك تشوفك راني باغاك وحدا جبك البنيه عاجيني الله يرضى عليك بنيتي عاجيني ونشوفك يا بالموت يا بالحي راني انا باغاك وباغا هذوك خواتاتك وباغينك خوتك وباغيك بوك الا كنتي باغا قلبك الحنانه امو انت تشوفي فيا جيني شنو كيقول في الشارع وجيني نشوفك ها با كيف كيقول ندمت على ذاك النهار اللي ضربتها بي ديك الساعه باغا تخدم خليت تمشي تخدم انا نسكن نقول خليت تخدم هي قالت اكل قاسم انا ناكل قاسم ما بغاش قلت نتمنى هو ترجع باذن الله تعالى الله يجعلها ياك ورجعت لك ابني كنت يا ربي حافظ النمره الحاجه ما حافظش نمشي النمره هذيك هي النمره هذيك انا يا ما حافظهاش واخا اذا مشاهدينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا المباشر هذه اخر صوره الثوره هذه قبل من 18 عام دابا دابا هذه تقدر تكون عندها شي 32 سنه ياك بحال 34 سنه يعني هربات من الدار غبرات لمده 18 عام هذه بسبب ان والديها ما خلاوهاش تخدم في الديور دابا حاليا بغاو انها ترجع بغاو ترجع للحضن العائلي ثم بغاو ترجع للحضن ديال الام ديالو خوتها وباها اللي باها كيقول لها رجعي كيقول لها باها رجعي ليك كل صحباتي تقدر نضربك وتمشي فيها من ضربك كل شيء بغاها ترجع نادمين على داك كنقولوا ان عادي الاب يضرب بنته ولكن هي خداتها بواحد ما تقبلاتهاش ما تقبلاتهاش وهي هربات من الدار نتمنى ان الا كانت كتشوفنا ناديه في هذا المباشر كنقول لها انها ترجع راه عائلتها توحشاتها وترجع ان شاء الله الاحضان ديال الاسره ديالها وهذا هو الرقم قلت تليفون اخا الرقم هو 07 14 10 97 00 الرقم كاين في التعليق وفي العنوان اللي شاف ناديه او ناديه الا كانت كتشوف هذا المباشر او عرف ناديه خرشاف ناديه خرشاف يتواصل معنا او يتواصل في هذا الرقم اللي خليت لكم مشاهدينا الكرام